الحقيقة من البداية خالص احنا بنهتم بكل سيدة داخلة المستشفى، علشان المرض مش سهل. وجود المرض ده في حياتنا بيبقى صعب جدا نفسيا، ممكن اي سيدة ما تبقاش حابة تكمل العلاج لمجرد ان هي حاسة ان نفسيتها تعبانة، مش قادرة تيجي، خايفة ان شعرها يقع، خايفة من كلام الناس عليها، هيقولوا ايه لما يلاقوها تعبانة. عندنا معتقدات كتير قوي خاطئة عن المرض، ان هو مرض بيموت، مرض وحش، مرض مش عايزين نفاول فيه على نفسنا. ناس كتير بتيجي تقول لنا معتقدات وحشة زي المرض معدي، طب انا في البيت اقدر اقعد مع اولادي عادي بعد ما جالي، طب انا كده طالما جالي المرض يبقى اولادي هيجي لهم. فكتير قوي بنلاقي ان المحاربات محتاجين ان يبقى في حد جنبيهم بيفهمهم ان هي هتعدي برحله عامله ازاي، واقف جنبيهم بيسندهم، بيبقى واقف في ظهرهم عشان تعرف تكمل مرحله العلاج كويس. كل سيده عندنا بيبقى ليها بحث حاله وورق على السيستم، كل حاجه على السيستم برقم طبي، بنبقى عارفين هي محتاجه ايه، أولوياتنا عندها هي عايزة مننا إيه كدعم نفسي، سواء هي عايزة تحضر محو أمية عشان تحس بقيمة نفسها وتتعلم حاجة جديدة، عايزة تعمل أشغال يدوية ونقدر إحنا نوفر لها ده عن طريق المتطوعين، حابة تطلع رحلة مع أصدقائها المحاربات، حابة حد يجي يتكلم مع أولادها، حابة حد يجي يحتفل بعيد ميلادها أو يكون معاها في رمضان أو يكون معاها في العيد. كل محاربة بيبقى ليها احتياج معين احنا بنغطيه عن طريق المتطوعين اللي موجودين في بهية. بداية فكرة المعرض او الاشغال اليدوية كان في الاول خالص كانوا بينتظروا كتير المحاربات ان يبقى عندها العلاج بتاعها، فقاعدة طول الوقت بتفكر هيحصل لي ايه في الجلسة، هعمل ايه لما اروح، اولادي هعمل لهم ايه. فابتدينا ناخد المحاربات نعلمهم حاجة جديدة او نقعد معاهم، وبعد كده اكتشفنا ان وقت الخزلان بتاع رحلة العلاج من العيلة او من الناس اللي حواليها اضطرت المحاربة ان هي تكون بتعول في موقف ان هي بتعول اولادها او بتعول نفسها وهي ما عندهاش عائد خالص مادي، فابتدينا احنا كمان نوفر لها متطوعين يعلموها اشغال يدوية، اي اشغال يدوية سواء ريسايكلينج او اعمال خرز، ديكوباج، رسم، مكرمية، خياطة، عن طريق السبونسرز او الرعاة الرسميين بتوعنا هم بيجوا يوفروا لهم ده من المنتجات من الماركتنج والدعاية، نقدر احنا اللي نعمل لهم ده، وكل العائد بيرجع تاني للمحاربات عشان بس مش يبقى عندها حل نفسي ان هي تقدر تعمل حاجة عشان تطلع الطاقة السلبية اللي جواها، لا كمان يبقى عندها عائد مادي ان هي تقدر تعمل مشروع لنفسها واحنا اللي بنعمل لها الدعاية لده.